تعالوا مع بعض نخش على اللي بعده. ازاي نعمل مع بعض كبدة فاهيتا من المطبخ المكسيكي من المطبخ المصري؟ هي فكرة لطيفة وسهلة، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اخبار الخضار ايه يا مغازي؟ بص على الحلاوة، بص على الحلاوة في قلب الحلة، كله على النار. المقادير على الشاشة، كبدة فلفلة ملونة ومعانا بقدونس، هتحط لها بقدونس؟ بس اخواننا في المكسيك بيحبوا الكزبرة اكتر من البقدونس. حلو الكلام، بس الكزبرة بتخطف الطعم، فانا مش هحط كزبرة، هنخالف المكسيك هنا. اخواننا في المكسيك استخدامهم للكزبرة اكتر من البقدونس. طيب عندي النهاردة كبدة هعملها فاهيتا، وهنقدمها برضو في الطاسة الزهر او اللي هنقدمها فيها بشكل حلو يشوق كده زي المطاعم المشهوره، بنقدمها كده تبقى سخنه بتقعد فتره طويله. مقاديرها على الشاشه، كبده اسكندراني متقطعه عصافير يا عم اشرف، تشكيله من الفلفل الالوان، بصل وتوم، معلقه خل، ملح وفلفل وكمون. جيبوا الكبده يا شباب، دي طماطم، دي قوطه بالاسكندراني. حاضر اهو. زي الفل، وحشني والله. عسيبها؟ حاضر يا فندم، حاضر حاضر. طيب تعالوا مع بعض نتبل الكبده الاول على طريقه المغاز. هنتبلها ازاي واحنا مع بعض؟ اشيل الكبده؟ قولوا لي شيل الكبده. يلا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره دي؟ ايه الجمال ده؟ كبده بتتكلم مصر اسكندراني، ارفع كبده. هناخد الكبده الحلوه دي كده، نجهز التتبيله بتاعتها مع بعض، لانه الكل بيسال اعمل الكبده الاسكندراني ازاي. هي نفس الطريقه بس احنا بنجود شويه البهارات بتاعتنا، وهنعملها بطريقه لطيفه وحلوه هتعجبك ان شاء الله. ولكن كبده اسكندراني من غير كمون من غير فلفل حار بتبقى زي اليتيمه، يعني ملهاش طعم من الاخر. ادي التوم الطازه، وعندي طاسه بتسخن على النار فيها زيت، بحط على التوم ده شويه كمون، شويه بابريكا، شويه كزبره، معلقه هريسه حلوه، اللهم صل على النبي، زي الفل. اشيل الحاجات دي من هنا بقى اللي عامله زحمه، مع شويه زيت. حلو، زيت يعني شويه حلوين. بس خلاص نشيل ده من هنا، اللهم صل. عندي معلقه خل صغيره، يلا. حلو قوي، بنفس التتبيله دي يا مغازه هناخدها، ولكن الطاسه لازم تكون سخنه، خلي بالك. فلفل الحار، اللهم صل على النبي. حلو، فلفل حار كتير. نعم يا نعم يا شفيق، لا يتحط ني كده. لا انت عايز ده انا بعمل فاهيتا، خلي بالك. اخواننا في المكسيك بياخدوا الفلفله الملونه بتبقى حيه كده، بتحس بلونها. انما لو انا كلها والله سؤال جميل جدا يا شفيق، بوجه لك تحيه والله. قال لي الفلفل غاوي كبده تقريبا، شكلك بتعمل الكبده في البيت. كبده ممكن تتحمر في الطاسه مع شويه زيت قليلين مع التوابل ونسقط عليها بالكبده، بس هنا الفلفل هيسود ويحمر شويه، ده اختياري. هناخد الكبده بتاعتنا زي ما هي كده اهو. احنا حاطين الكزبرة الخضراء دي لان طول ما الكبدة محطوطة في الطبق بتنزل دم، ده الطبيعي، وده مش حلو على الشاشة. شفتوا المصداقية وصلت لفين يا مغازي؟ ناخد الكبدة كده انا شخصيا مش بحب لون الدم. كبدة اتقطعت يعني هتنزل دم، لو قعدت لبكرة هتنزل دم. شفتوا المصداقية والصراحة في اكتر من كده؟ نشيل ده من هنا، تعودنا على كده الحمد لله. نمسح ده كله ونروق الدنيا ونمسك يا عم الشيف الخلطه اللي انا عملتها من شويه اللي عجبت مخرجنا مع الكبده ونقلبها. كل ده لازم يكون في طاسه شديده الحراره. خلاص شديده الحراره دي بقى اتخدت مع الجمهور بتاعي، ولما بقعد في اي مكان دلوقتي مغازي شديد الحراره. حلو قوي، بتعجبني الحاجات دي على فكره. هسه شفت الكبده؟ كبده بتتكلم اسكندراني يا عم اشرف. هناخد الكبده دي في قلب الطاسه دلوقتي. فين يا عم المكسيك من هنا بقى؟ الفلفل الملون ده، اصبر على رزقك لسه ما خلصتش. ناخد الكبده دي كده في قلب الطاسه.
شديدة الحرارة فولة ننزل بيها. هو ده يا ويلي يا ويلي يا ده حلو قوي 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 قوي. ونقلب تاخد لون على طول. الله. اقول لك بقى على كلمه في سرك كده وتخليها ليك انت بس، عايزه الكبده دي تسوي معاك بسرعه، ما تقعديش تقلبي فيها كتير قوي كده وتنشف منك على النار وتاكليها زي السفنجه. تعملي اللي هعمله ده دلوقتي حالا، ونفس الفكره اللي انا هعملها دلوقتي حالا. طاسه على النار، حطينا الكبده في طاسه شديده الحراره، قلبناها مره واتنين وتلاته. يلا نصلي على الحبيب، قلبك يطيب. بس خلاص. بص على الحلاوه دي، بص على الحلاوه. جيب دي جيب دي. اغطي. اغطي بس خلاص. هو ده الكلام، هو ده. اجاوب على السؤال ده بخرج بيقول لي ليه الميه. خمس ست معالي الميه اللي حطيتهم دولت هيتبخروا، الكبده بتاعتها تستوي بسرعه، هتبقى لدنه طريه فيها الجوس بتاعها، فده بيساعد على تسويه الكبده بسرعه. استخدمت خمس معالق ميه، او يعني هسه من الميه كده. هتشوف، مش هتشوف ميه دلوقتي، بس لازم تغطي الحل على طول. يعني ما نحطش الميه ونقلب، ما عملناش حاجه كده، لازم نغطيها بالشكل ده كده. بس. وعندي طاسه على النار اللي انا هقدم فيها الكبده بتاعتي، معانا بصل متقطع شرايح، دي الفاهيته بقى. وننزل بالفلفل الالوان. اخوانا في المكسيك كل الاكل تلاقوه فلفل الوان. حتى لو بيشربوا الشاي تلاقوا فلفل الوان. فلفل اصفر، اخضر واحمر واصفر. زي الفل. الاكله دي خلصت. تمام. نجيب الحليب يغلي هنا الاول، نشوف الكبده اخبارها ايه. بص على الكبده بقى، خدت لون ولا لا؟ بالله عليك انا هسيبك انت تحكم، انا هسيبك انت تحكم، والصوره الحلوه تتكلم عن نفسها. خلاص يا فين الدم؟ تهزر يا غالي. واستوت الكبده، تحس ان هي ملت الحله، شربت كده ونفشت وبقت طريه ولطيفه وحلوه، وتحس انك بتاكل كبده مش سفنجه ما فيهاش لا جوسي ولا طعم. شويه الملح، انا بحب دايما احط الملح على المشويات ساعه الاستوى. وشويه الملح هنا، هو ده. الله. انا بحب الكبده بقى بالشكل ده كده. ناخدها نغرفها. يلا. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش. نجهز طبق للتقديم هنا كده، ونوسع الدنيا دي من هنا كده. يا الله سخنه، خلي بالك. شيل دي هنا كده اهو. الله. يلا ناخد الكبده بتاعتنا دي كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. كبده بتتكلم اسكندراني بطعم مكسيكي. انا مدلعك النهارده على الاخر. حلو قوي. ده انا ناسي حاجه مهمه جدا. العيش ده لقيته الصبح كده عجبني، ايه رايكم تاني جنب الكبده؟ شكله حلو يا شفيق، ايه رايك؟ ظبط الطبق. انا عارف. انا عارف انت ما بتحبش السواد بتاع اريك. انا انت بتحب الحاجه حلوه. والله العيش ده غالي، خلي بالك. يغلاش عليك. شفت الجمال ده كده؟ اللقمه ببق واحد مع شويه كبده كده، وتيجي عامل تعمل. انا تعمل اقول لك تعمل حاجه حلوه. بص والله يعني انا بعد ما اخلص الحلقه هعمل دي. خلاص خلصت ولا اغرف الشاورما والبتاع ده المهلبيه وخلاص. شفت اللقمه دي كده؟ بص عليا اهو. شفت الفتحه الصغيره دي كده؟ واجي شايل الكبده دي كده. يا ويلي. وعلى فين؟ على فين؟ يلا النونه تفتح بقها. الف انا وشايفها. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ خليها هنا. حاجه كده جت في السك. بس لو ما لقيتيش العيش ده مش لازم بقى تقول لي انا ولا كنت عايز اعمل الكبده يا حبيب قلبي النهارده، وانت عارف انك بتحب الشيف المغازي وبتسيب الشغل وتتابعه، بس ما لقيتش العيش الصغير مش عادي.
جيبي بداله حاجه تانية خالص. ايه يا شيف؟ العيش السمور الصغير ده بيتباع في اي سوبر ماركت على الشارع اهو اهو بدون ذكر اسماء اهو عيش اهو اهو. حلو الكلام ده بديله.